يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده وبكل روح رياضيه. النهارده حلقه مختلفه جدا لان انا اتخصص في رياضه كمال الاجسام. ناخدها من اولها لاخرها. هل لعبه كمال الاجسام دي هل لعبه استعراضيه ام لعبه بدنيه؟ اللي مطلوب فيها ايه؟ بنبداها ازاي؟ كل شيء يخص هذه اللعبه هنتكلم فيها بشكل مفصل جدا وخاص جدا مع الكابتن محمود كمال مدرب كمال الاجسام والحاصل على بطولات جمهوريه مصر العربية. مرحبا بيك ومساء الفل عليك يا كابتن محمود. منور لحضرتك اسمح منورني ومنور بكل روح رياضية. بنورك والله ربنا يكرمك. عاش 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 طبعا مبادرة عاش في كل مكان. طبعا انا مجهز الفيديوهات لحلقة بكرة ان شاء الله باذن الله فيديوهات عاش، وان شاء الله باذن الله معايا فيديوهات كتيرة جدا، وبرضه مدي فرصة للي ما بعتش فيديوهات لينا يبعتها لنا على صفحة جو ميديا برودكشن. اي حد بيلعب رياضة يصور فيديو يبعته لي هزعله في بدايه حلقه بكره، واي حد ما بيلعبش رياضه يلا يبدا معايا باي رياضه بسيطه ويصور لي فيديو حتى ولو جري حتى لو على مشايه اي رياضه ويبعته لي علشان ازيعه بكره في فقره عيش. قبل ما ابدا الحلقه كده قبل ما ابدا احب اهني نادي الاتحاد السكندري الاتحاد سيدي البلد. مبروك نادي الاتحاد السكندري لكره السله على حصوله للبطوله العربيه على نادي بيروت اللبناني. ومعانا اتصال المهندس محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد. يا مساء الفل يا باشمهندس. استاذ محمد زحرك يا فندم. الف 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 مبروك لنادي الاتحاد، وان شاء الله باذن الله يتربع على افريقيا وعلى العالم قريبا ان شاء الله باذن الله. ربنا يعزك يا محمد كتر خيرك. مبروك لاسكندريه، مبروك لجميع مصر. الحمد لله بطوله عربيه للعام الثاني على التوالي تفوز بيها نادي الاتحاد. تاريخ كبير جدا في كره السله، ولكن انجاز كبير ان انت حامل اللقب السنه اللي فاتت، السنه دي هو اللي حامل اللقب للمره الثانيه. انجاز ان شاء الله يحصل نادي الاتحاد، مجد كبير لفريق كره السله. حابب ابارك لجميع نادي الاتحاد، وحابب ابارك لجميع المصريه، واقول متشكر جدا للكابتن احمد مرعي المدير الفني لنادي الاتحاد. راجل عظيم، راجل محترم بصراحه، يعني راجل عادل جدا. اللعيبه كلها كان على قد المسؤوليه. بطوله صعبه، بطوله مش سهله، ولكن اللعيبه كانت رجاله قوي الحمد لله. يعني انا سعادتي غير عاديه ان انا العام الثاني على التوالي نادي الاتحاد ياخد بطوله عربيه كره السله، ولكن اللي انا مفرحني يعني جميل اسكندريه اكيد اللي انا تابعه في اسكندريه عاملين فرح ما شاء الله. يا رب ان شاء الله يبقى الافراح على طول نادي الاتحاد، وان شاء الله يبقى الكون الجاي احسن كمان في الدوري العام بالنسبه للباسكت وبالنسبه للكوره كمان ان شاء الله. بالنسبه للكوره كمان ان شاء الله باذن الله. مجهود حضرتك واضح يا باشمهندس في نادي الاتحاد بالاخص، وفي الرياضه ان كانت كره قدم او كانت باسكت بول او الرياضات المتخصصه لنادي الاتحاد. وكنت شايف حضرتك من الكواليس وكنت بتابع الكواليس دايما الحماس والطاقه اللي كنت بتنشرها ما بين اللعيبه ووجودك معاهم في الملعب علشان يفوزوا بالبطوله دي، وده كان واضح. فتحيه لحضرتك وتحيه للمجهود اللي مبذول على الفريق بشكل عام. اشكرك، واجب عليا. نادي الاتحاد يعني احنا بنعشقه، نادي الاتحاد كتر مره في هذا النادي، ولكن معايا مجلس اداره كله محترم بصراحه بيأدي عليه وزياده، والناس كلها بصراحه يعني كل مجهود بيعملوه انا بصراحه بشكرهم من خلال حضرتك. الحمد لله يعني كان الناس حاسه بالمجهود اللي احنا عاملينه. النتيجه الحمد لله الواحد بيفرح اكتر وبيكون سعيد اكتر لما تشوف النتيجه، والنتيجه الحمد لله كبيره، وانت بطوله من اصعب البطولات اكيد عدت على نادي الاتحاد في المشاركين لكره السله. لا بطوله صعبه جدا، وثلاث مباريات ورا بعض الجزيره فريق كبير وتكسبه 18 نقطة، وبعد كده تلعب نادي المنستير ده منتخب تونس كله وتكسبه برضه فريق 18 نقطة. النهارده نادي الاتحاد من كثر التعب بالولاد بصراحة كسب فرق أربع نقاط. أه بالظبط، يعني الله يكون في عونهم، ماتش عمال يروح ويجي، ولكن هم حسبوه بخبرتهم بصراحة وخبرة الجهاز الفني. وأنت حضرتك بتقول لي كنت أنا متواجد معاهم في الملعب، أنا بصراحة حركة يعني في حاجة حصلت إمبارح هي دي اللي خلتني انا شفت صوره لحضرتك وحضرتك في ارض الملعب وبتوجههم والطاقه والحماس. كانت صوره هي عظيمه دي جدا لحضرتك. هي دي يا استاذ محمد، هي دي اللقطه اللي حتى اللعيبه كلها يعني اخذت بالها منها. انا قبل المباراه ما يبتدي بخمس دقائق بالظبط الملعب كان فاضي، ودخل مره واحده حوالي 2000 واحد من التوانسه دخلوا مره واحده. ونادي الاتحاد كان معاهم 10 ناس جايين من اسكندريه، مشجعين محبين للنادي جايين من اسكندريه، فانا حسيت ان اللعيبه اتاخدت واتخطفت، كنت لازم انزل لهم ونزلت لهم ولمتهم وقالوا فتحوا مع بعض، وقلت لهم ازاي ادي لكم اصرار اكتر. فالحمد لله اصرارهم كان غير عادي، وده اللي كسبنا المباراه. انا قلت لهم مش شايف قدامي الماتش ده، انا شايف المباراه النهائيه والتتويج، والحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا، ورب ان شاء الله بكره هنرجع بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله توصلوا بالسلامه، وعايز من حضرتك يكون برنامج بكل روح رياضيه لي ان انا استضيف اللعيبه هنا واهنيهم لو ينفع. شرف لنا
ده انا الشرف لنا اي وقت حضرتك يعني تحت امرك اي وقت، واهلا وسهلا بيك وانا سعيد ان انا عملت معاك المداخله. الله يخليك ومتشكر جدا، والف الف مبروك سياده المهندس محمد نصير حريص نادي الاتحاد، والف مبروك وتقدم لتقدم دائما يا باشمهندس. ومساء الفل عليك ونورتني. شكرا، كتر خيرك. الله يخليك، مبروك نادي الاتحاد البطوله العربيه لكره السله عن جداره للعام الثاني على التوالي. نرجع لموضوعنا كمال الاجسام، ما كانش ينفع نعدي ان البرنامج متخصص في بعض الرياضات غير كرة القدم. كرة القدم ممكن نتكلم عنها، ولكن انا واخد رياضات تانية، ان كانت فيتنس، ان كانت تنس، ان كانت كونغ فو، ان كانت كرة سلة، كرة يد، لان كتيرة جدا الرياضات دي مهمشة شوية ومش متسلطة لها. طيب خليني كابتن محمود، انا بقول في التايتل مدرب كمال اجسام، وبقول في التايتل حاصل على بطولات الجمهورية. طب انا هقسم الموضوع هنا بتاع الحلقة لجزئين، الشق اللي هو مدرب كمال اجسام، لان هاخد اللعبه من ناحيه هي ايه اللعبه ونخش فيها ازاي ونلعبها ازاي ونكمل ازاي ونقفلها هنا او نلخصها ونجيب الكواليس بتاعتها. تمام. وهناخد الحته الثانيه بطل الجمهوريه، ازاي اللاعب او ازاي انا اروح اللعبه دي واخش فيها واخد بطولات. تبتدي منين؟ انت تحب تبتدي منين؟ زي ما حضرتك يعجبك، يعني نبتدي مثلا، انت نفسك تبقى ازاي تبقى بطل كمال اجسام؟ ماشي، نبدا ازاي بطل كمال اجسام. محمود كمال من 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 شخص للاعب لبطل جمهوريه في كمال الاجسام، دي كانت خدت كام سنه؟ بالظبط انا بقالي 15 سنه بالظبط. 15 سنه. 15 سنه. طب خدت البطوله بعد كام سنه؟ بدات اخد بطوله من بعد، بدات ابتدي اربع سنين خمس سنين. اربع سنين يعني بس؟ لا، ما هي العضلات بتاخد فتره كبيره جدا، العضلات مش من يوم وليله، العضلات فيها مجهود. لا انا بتكلم اصل مثلا في العاب علشان اخد بطوله فيها باخد سنين، انما اربع سنين ده مش اربع سنين. لا دي في كمان دلوقتي ما شاء الله بيلعبوا، يعني في حاجات بياخدوا ما شاء الله، في ناس بياخدوا بيبقى معاهم سبونسرات بيعملوا ثلاث اربع سنين بيعملوا بطولات دوليه. يعني سبونسرات بس الاول؟ سبونسرات اللي هو سبونسر اللي هو بس سبونسر دي يعني معلن الداعم، سبونسر اللي هو الداعم. الداعم الداعم ده في ناس يعني انت بتقول شخص بيتبنى او بيصرف على اللاعب. بيصرف على اللاعب بحيث ان هو يدخله بطولات. بالظبط. طيب خلينا ناخدها جزء جزء، اللعبه بدات معاك امتى وكان عندك كام سنه وازاي؟ والله هو الفضل الاول يرجع لوالدتي، هي اللي اصلا اللي دعمتني اصلا وهي اللي شجعتني على الرياضه. انا ما كانش في دماغي خالص، بس هي اللي خدتني وهي اللي دعمتني فعلا. بس بدات اتمرن، بدات احب التمرين، وبدات اشوف الدنيا فيها ايه يوم ورا يوم. اخد اتصال بس. سعد مساء الفل. وعليكم مساء الفل عليك يا سعد. السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الله يخليك، عامل ايه؟ تمسى على حضرتك وعلى ضيف حضرتك. الله يخليك، تسلم يا سعد. اولا مبروك نادي الاتحاد لكره السله في البطوله العربيه. اكيد طبعا. بقول لحضرتك بمناسبه نادي الاتحاد ونادي الاسكندريه، تمام، الاسكندريه تمام، والاستاذ محمد مصلح اللي هو محبوب على مستوى اسكندريه كلهم، ايقونه اسكندريه. أكيد طبعا. أكيد. أنا عندي ابني متغيب بقاله 11 يوم ومش لاقيه، وعامل إذاعة على قناة اسكندرية منزل خبره في أخبار اسكندرية. ابن حضرتك متغيب؟ بناشد أهالي اسكندرية، بناشد الأهالي من خير حضرتك يعني يساعدوني إن أنا ألاقي ابني. طيب ممكن حضرتك تبعت لي بس يعني حد من صورة المحضر والصورة بتاعت محمد سعد أبو نار عند حضرتك. طيب خليني بس مع حضرتك واحدة واحدة. أنا هخلي حد من فريق الإعداد، ما تقفلش، حد من فريق الإعداد هيتواصل معاك دلوقتي، هتدي له صورة، خليه معايا يا شباب على الهواء. أستاذ سعد الصبح. أستاذ سعد بص يا أستاذ سعد، عشان بس أنت تقول الاسم، اسمه إيه؟ محمد أبو نار. محمد إيه؟ محمد سعد. محمد سعد عنده كام سنة؟ عنده 12 سنة. 12 سنة، كان لابس إيه؟ كان لابس تيشيرت أحمر وبنطلون جنس أزرق. طيب هو منين؟ من اسكندرية، محرم بيه أبيس. محرم بيه أبيس، أبيس إيه ولا؟ أبيس السبعات، 2 سبعة. أبيس سبعة؟ أيوه. طيب ممكن حضرتك تقول رقم تليفون طيب؟ تمام، 010 010 6 3 1 6 3 1 2 5 2 5 6 7 6 7. طيب 012؟ لا ما هو كفايه الرقم ده. بص ما تقفلش دلوقتي، فريق الاعداد هياخد منك البيانات دلوقتي وهنزل لك. في صوره عندي فريق الاعداد حاليا دلوقتي. طيب وهنزل لك انا صوره على الـ على الـ على الـ على الصفحه عندي، وهنزل لك صوره هنا في القناه،
وان شاء الله باذن الله ربنا يرجعه لك بألف دعواتكم سلامه. كده يا رب والله بنام يا فندم والله دعواتكم ان شاء الله باذن الله ربنا يرجعه لك بألف سلامه، وان شاء الله باذن الله ممكن يكون عند حد هنا او عند حد هنا ويرجع لك ان شاء الله بألف سلامه يا رب يا رب، وربنا يرجعه لك. وتحياتي ليك يا استاذ سعد. الله يخليك في رعايه الله، ربنا يرجعه ليك سالم امن وتشوفه بخير ابنك يا رب. طيب نرجع على احب بس اوجه رساله بس للاستاذ سعد بس ان شاء الله يعني ربنا وجعني بصراحه ربنا يكرمك ان شاء الله ويرجع بيت سالم غانم ان شاء الله ويبرد قلبك عليه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. نرجع لموضوع اتفضل. بدات عندك كم سنه؟ 8 سنين؟ انا بدات عندي بالظبط 16 سنه. 16 سنه؟ 16 سنه اه، بقالي داخل على 16 سنه، بقالي 16 سنه بالظبط، بقالي 16 سنه يعني بلعب. انت بقالك 16 سنه بتلعب وبدات عندك 16 سنه بالظبط. الناس عرفت عندك كم سنه على فكره؟ ايه؟ الناس عرفت عندك كم سنه؟ اه خلاص 33 سنه معروف يعني، اتفضحت خلاص، اتفضحتني. طيب اللعبه جت، انت بتقول الام اللي والدتي هي بص هي الدعم هو العمود الفقري بتاعي في الحياه. هي كانت بتشجعك على اي رياضه ولا هي اختارت اللعبه دي؟ هي البادي بيلدينج، كانت شايفاني دايما بشيل عفش البيت وبشيل بساعدها في الكلام ده، عارف انت الجو ده، فمن هنا بقى شافت ايه، لا يا محمود روح ايه اه العب بقى احسن، بشيل لها عفش البيت وبشيل لها الحاجات الثقيله في البيت والكلام ده، فاهم قصدي؟ لا فات لا تعالى هنا بقى. طيب استثمرت ده في كده يعني، استثمرت ده في كده. اه طيب بدات تلعب، انت حبيت اللعبه برضو ولا انت اخترت رغبه الوالده؟ لا هي انا هي الاول زي ما قلت لحضرتك هي والدتي هي الشراره، بعد كده انا كملت مع نفسي بقى. طيب دخلت اللعبه حبيتها مع نفسي وبدات ادخل بطولات، احتك بالبطولات، بدات ان انا عاوز اعمل حاجه فعلا. مين اللي حببك في اللعبه بعد الام كمدرب؟ لا 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 هي امي بس، هي والدتي بس، هي كل حاجه، هي كل حاجه، هي الدعم، هي والدتي بس، هي كل الحياه، ربنا يخليك، مفيش حد تاني خالص يعني. طيب بدات تتمرن، بدات تخش جوه اللعبه، بدات تروح الجيم او تلعب حديد، امتى فكرت ان انا عايز اخش بطوله، او امتى فكرت حسيت ان انا خلاص انا هنا هخش بطوله؟ تمام. ده كان وجه يعني، انت كان هدفك كده ولا كان المقيمين على التدريب هم اللي اهلوك لكده، او من اول ما دخلت اللعبه خلوك تخش تتمرن؟ تمام. تتاهل لبطوله؟ تمام. هي بس عاوز افهم حضرتك، هو مفيش حد دخلني ومفيش حد ساعدني، انا مرنت نفسي بنفسي. ازاي مرنت نفسي بنفسي؟ احنا عندنا برضه في الجيمات يعني، عندنا انا من 16 سنه تدخل مفيش مدرب معاك، انا بقى تحتك واشوف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، معايا حضرتك؟ معاك. ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه بس، فبدات امرن نفسي بنفسي وبدات ادعم نفسي. طب بنفسي بقى شو يعني؟ ما حدش جه بس عشان هنا سؤال خطير، ما كده هل اي حد ممكن يخش جيم يدرب نفسه بنفسه؟ لا ما هو دي بقى المشكله بقى، ما هنا بقى المشكله. انا بقول لاي حد دلوقتي لاي اولياء الامور ان لما يودي اولادهم الجيم لازم يدوم لكابتن حد فاهم، معايا؟ حد فاهم وحد امين. تمام. عليهم، لان اغلب الكابتن بتوع الجيم دلوقتي تعالى خد بيديهم حاجات غريبه جدا، بيحصل لهم تشوهات عضليه في كل حاجه، معايا؟ خد بال حضرتك، شاب عنده مثلا 15 سنه يتمرن شهر 2 3، صاحب الجيم يجي يقول له تعالى مش عارف ايه عندي، يبتدي ينساق وراه وتبقى كارثه بعد كده. طيب عشان انا عايز افهم الحته دي تاني، انت رحت الجيم بدات تتمرن بنفسك، طب عرفت التمرينات دي ازاي؟ انا عرفت من الناس اللي كانوا بيتمرنوا، كنت بحتك مع الناس الكبار، بسالهم بسالهم يعني، مفيش كابتن قال لي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، مفيش كده زي دلوقتي، مفيش حاجه اللي هو البرايفت اللي هو يجي تعالى مرنك وتعالى. دلوقتي في اللي هو المدرب البرايفت بيجي يدربك. دلوقتي التغيير جذري، دلوقتي التغيير جذري واختلاف جذري، دلوقتي بقى في نت، دلوقتي بقى في سوشيال ميديا، دلوقتي بقى تعرف كل حاجه، ممكن يعني فاهم قصدي ازاي؟ بس فعلى ايامنا برضو من 16 سنه ما كانتش قويه، ما كانش في سوشيال ميديا قويه. طيب دخلت البطوله، وانت داخل كنت حاسس ان انت هتاخد البطوله ولا انت كنت من اول مره؟ لا يعني خليني بس اسال سؤال قبليه بشويه، من اول مره دخلت خدت بطوله ولا دخلت وجربت وجربت وجربت؟ لا طبعا خسرت كتير جدا لحد ما وصلت. طبعا خسرت، هو مش من اول مره انت بتحتك وبتعرف البطولات ازاي وبتعيش جو البطولات، بتعيش الجو. طيب وبعد كده بتعرف ايه الاخطاء اللي في جسمك. يعتبر البطوله دي واخدها من كام سنه؟ بالظبط اخر بطوله خدتها بالظبط كانت من بالظبط 13 من 2013 2013 من 2013 اه بالظبط. سؤال بقى يعني انت واخد بطوله الجمهوريه من 6 سنين، طب ما دخلتش بطوله عالم ليه؟ والله بص عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا لحد مفيش حد بيدعمني خالص يعني. انت اللي بتدعم نفسك. مفيش حد له فضل عليا، ولو حد له فضل عليا يا ريت حد يتصل بيا ويكذبني يا جماعه، يا ريت يعني حد يقول لي انا كان ليه. عشان ما نروحش بس لحته ثانيه. نفسي بس حد يكلمني يقول لي انا ليه بس فضل عليك بس يكلمني كده بس، فكل اتفضل. بعيدا عن حد ليه فضل او حد مش ليه فضل. تمام. انت في 2013 خدت بطوله جمهوريه. اه طب وانت بتقول انت اللي اهلت نفسك ودخلت بنفسك. تمام. على
البطوله واهلت نفسك البطوله والحمد لله اخذتها. طب ليه ما اهلتش نفسك تاني تخش بطوله عالم؟ ولا بطوله العالم ليها شروط معينه؟ بالظبط، ما كنت جاي لحضرتك في الكلام. بطوله عالم ليها شروط معينه. اولا انا لحد دلوقتي مش عارف ناس كتير هتصدقني ولا، انا عمري ما خدت منشطات ولا هرمونات. ناس كده تقول ده ايه المجنون ده، ده ايه اللي بيقول ده، ولا خدت منشطات ولا اقسم لك يعني بالله. يعني البادي ده انا 15 سنه لعبت انا لعبي عنيف جدا، انا لعبي عنيف جدا مش لعب تهريج. حتى اسال ناس عني كتير، ناس تعرف كده انا لعبي في الجيم لعب عنيف جدا، لعب اصابات يعني لعب مرهق. لا انا ده حقيقه فعلا، ده طبيعي في التمرين. طب معايا اتفضل. بس انا بشوفك متعصب اول ما مش لا خالص لا خالص والله، التمرين كده متعصب برضه. لا خالص والله خالص. طب نقول الو. الو الو، مساء الخير. مساء النور حبيبي يا كابتن محمود، ازيك؟ الله يكرمك. مين معايا؟ معلش عامل ايه يا كابتن محمود؟ الله يكرمك بخير والله. مين معايا؟ معاك حد حبيبي. مين معلش؟ حد حبيبك يا كابتن عندي. ربنا يكرمك يا حبيبي كتار، اكيد انت منهم. على فكره هو ده حد متصل مش هقول اسمه، انا صاحبه وعايزه يعرفني على الهواء. معلش انا مش مركز والله، انا اسف جدا سامحني. كابتن محمود استاذي يعني من الناس الطيبه جدا. الله يكرمك. العضلات اللي انت شايفها والجسم ده لما هو حد كويس من جوه، حد طيب قوي. الله يكرمك يا رب. يعني انا اتمرنت مع كذا حد كابتن محمود بجد، يعني ما شفتش حد زي. ربنا يكرمك. هو حتى يعني لما بيقف جنبي كده بيقول لي يعني حرام عليك انت ضيعت جنبك. انت عارف هو واخد باله مني ولا مش واخد باله لحد؟ ربنا يحفظك يا رب كل ذوق والله. ميرسي جدا لذوقك. مين بقى معايا؟ مين بقى؟ معلش سامحني انا مش مركز في الصوت، معلش والله. كابتن محمود حد بتقف جنبي كده بتبقى كويس يعني. انت مين طيب؟ اسم حضرتك ايه؟ هو لحد دلوقتي ما عرفكش. انا اسف جدا، معلش سامحني. مين معايا؟ ايه؟ اشرف. اشرف امام سبورت؟ ايه؟ امام سبورت؟ اشرف صلاح. ايه؟ اشرف صلاح. اشرف صلاح. الاسم ايه بس مش سامع، الصوت مش واضح. اشرف صلاح كابتن محمود. اللي معايا في اللي بتمر معايا في امام سبورت؟ اللي بتمر. حبيبي يا اشرف ازيك؟ حبيبي ازيك؟ عامل ايه؟ معلش والله انا سامحني، انا الصوت فعلا مش واضح. انا الصوت بيقطع فمش واضح يا اشرف. ربنا يخليك يا حبيبي يا رب. ميرسي جدا لذوقك واصلك الطيب يا حبيبي، ربنا يخليك. مساء الفل عليك يا اشرف. نرجع يعني انت كل ده تمرين؟ صدقني تمرين. مفيش دي في ناس بيقولوا ده مجنون، انت كذاب، انت بتقول كلام. بس فعلا انا عمري في حياتي ما خدت، انا خدت مكملات غذائيه على فترات على حسب ما يكون مع يعني مكملات غذائيه محتاجه امكانيات ماديه عاليه جدا. بس كل ما الحاله الماديه معايا بتظبط بجيب، مفيش خلاص. بس فكره ان انا الهرمونات المنشط دي انا اقسم بالله ما خدتها فعلا، ودي الحاجه من الحاجات اللي ما اهلتنيش لبطوله عالم. بطوله عالم محتاجه قصه ثانيه خالص. يعني بطوله عالم قصه ثالثه خالص، مش يعني قصه ثانيه. يعني البادي ده ما ياهلكش تخش بطوله عالم؟ لا ما ياهلنيش الا لو دخلت في قصه طبعا المنشطات والهرمونات، لان دي بتزود نسبه الالياف العضليه عندك، بتنقلك بني ادم ثاني خالص. طبعا اللي فاهم الكلام ده اللي هم اصحاب اللعبه. اللي فاهم الكلام ده اصحاب اللعبه. طبعا اكيد فاهمني الكلام ده. فانا بص انا مش ما عنديش مانع ان انا اخد، بس فين السبونسر اللي يدعمك وفين الحد اللي يدعمك؟ ده ما فيش طبعا. يعني انت مش تصرف من جيبك عشان تبقى بطل. يعني حتى لعيبه الكوره دي انت بتشوفهم دول ما فيش حد بيصرف من جيبه، في ناس بيدعموهم نفسيا وماديا. لا احيانا بيصرف لحد ما حد يتبنى الموهبه. بالظبط. ما هم اغلبهم بيبقى السبوت كله على الكوره، يعني هي كوره حياتنا كوره. لا مش كل سبوت على الكوره. لا كل ما افتح قناه الاقي كوره، افتح قناه كوره اروح قافل ونايم. يعني فاهم؟ يعني ما فيش اكتر من مثلا 100,000 برنامج عم بيتكلم عن الكوره، حياتهم كلها كوره، اكل وشرب كلها كوره، مش عارف ليه. طيب خليني اكمل تاني. طب انت البطولات كامل الاجسام لحد كام سنه؟ بطولات كامل الاجسام وستوب على كده. بص اقصى حاجه للبني ادم 40 سنه، بعد كده ستوب تلعب لنفسك. يعني ابطال الاولمبيات وابطال العالم دولك 40 سنه؟ 40 سنه بس. في بقى 40 في اقصى، انا مش بقول كده، ممكن تلعب وانت عندك 60 اللي هي بتاعت مصر الاساتذه بقى الكبار، فاهم قصدي؟ بس هو اقصى حاجه للنمو العضلي عند ال 40. عند ال 40 بعد كده ستوب. ده لوجيك. طب بيحافظ ولا بتبدا بيبتدي بيبتدي يحافظ طبعا. انت عشان حافظ. يبدأ في بتفاوت من بني ادم من شخص للتاني. في واحد ممكن يقعد لحد ال 50 سنه عنده النمو العضلي، بس هو الطبيعي بتاع البني ادم معايا عند ال 40 سنه ستوب. طيب علشان اقفل حته الحاصل على البطوله واخش في المدرب كمال الاجسام،
انت هتجهز نفسك الفتره الجايه ولا انت مستني السبونسر ولا انت؟ والله بص انا مش هضحك عليك طبعا انا مستني سبونسر، يعني ما ينفعش ان انا اصرف الى مصر. يعني انا كنت يعني انا باكل في اليوم اكتر من 8 وجبات، يعني خارب البيت يعني خارب، يعني ربنا يعينك يا ماما عليا معايا. بس فكل قصه والحكايه ان غير الوجبات محتاج طبعا سبلمنت، محتاج هرمون طبعا عشان تعمل ابديت لعضلاتك. بص عمرك ما تاخد بطوله عالم الا لما طبعا لازم تاخد جزء من الهرمونات لازم. طيب لازم. طيب ناخد اتصال. محمد مساء الفل. مساء الفل. مساء الفل عليك. مساء الفل يا استاذ محمد. الله يخليك. لا اسمعني من التليفون واقفل التلفزيون كده بس عشان نعرف ايه نتكلم كده. تمام كده تمام. معاك سؤالك. انا عاوز اسلم بس على الكابتن محمود، انا بتمرن معاه في نادي امام. خليك جماهيرك. الله يكرمك يا حبيبي. والله الله يكرمك. مين معايا معلش؟ انا محمد مصطفى. ازيك يا باجي؟ انا عبد الرحمن لو تفتكر. ازيك يا محمد؟ عامل ايه اللي بتاع الكوره؟ اه حبيبي ازيك يا محمد؟ انت عامل ايه؟ في يوم مش كده؟ اه حبيبي ازيك عامل ايه يا محمد؟ إيه؟ الحمد لله بخير والله حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. انا بس بتصل كده بقول لك منور الدنيا والله. ربنا يكرمك يا حبيبي، ربنا يعزك كل جزاء. كابتن محمود من احسن الناس اللي انا اتمرنت معاهم بصراحه، راجل محترم وراجل فاهم بجد يعني. الله يكرمك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك ويسعدك يا رب. ميرسي جدا يا محمد ليك. تحياتي ليك يا استاذ محمد ومساء الخير عليك. طيب نخش بقى على لعبه كمال الاجسام بشكل عام. انت كمدرب كمال اجسام، هل هي دي اللعبه مثلا للتخسيس ولا لحد نحيف بتملى جسم او بتخن جسم، ولا هي لعبه رياضيه، ولا هي ايه اصلا؟ هي كومباينيشن، ما فيش حاجه، مزيج من كل حاجه. مزيج. معايا في ناس التارجت بتاعهم يخسوا. بس طب الاساس فيها ايه؟ الاساس فيها اللايف ستايل، انك تحافظ على صحتك، لانك انت طول ما انت عايش من غير رياضه انت عايش ميت. لان بعد فتره من الزمن استنى الكلمه، طول ما انت عايش من غير رياضه عايش، طول ما انت عايش من غير رياضه انت انسان عايش ميت. معايا؟ عشان كده بيقولوا عايش. اه بالظبط. انت فعلا يعني انت عارف بعد، يعني انت هيجي لك بعد فتره اللي هجيب واحد رياضي مش رياضي، بعد فتره جسمك هيحاسبك، هتلاقي جسمك ضعيف بعد ما تتم ال 40 سنه وال 50، هتحس ان انت مش قادر تروح مشوار، مش قادر تشيل حاجه تقيله، مش قادر تخرج مع اصحابك زي الاول، هتحس ان انت بتستهلك جسمك وصحتك، هيجي في يوم من الايام جسمك هيحاسبك لازم. طيب يعني هي اللعبه بتبني صح. بالظبط. يعني السن المثالي ليها مثلا من سن كام بالظبط؟ يبتدي من 15 سنه. في ممكن قبل 15 سنه ما ينفعش. في ممكن يبتدي من 12 و13، بس محتاجين تحت كباتن عندهم اكسبيرينس قويه. يعني ممكن الاطفال الاولياء الامور اللي بيسيبوا اولادهم عندهم 13 و14 لاي حد ممكن يعملهم تشوهات عضليه وفي العمود الفقري، فلازم يكون ما ينفعش بعد يعني 15 سنه 16 16 ابدأ العب. يبتدي يلعب. قبل كده ما ينفعش. قبل كده ما ينفعش يحصل له تشوهات في العمود الفقري. طيب. اللعبه دي من الواضح انها لعبه رجاليه، يعني العنصر النسائي فيها قليل ولا في عنصر نسائي؟ لا فيها. احنا عندنا طبعا، احنا عشان طبعا وطن عربي وعندنا طبعا التزامات العادات والتقاليد، فطبيعي الموضوع عندنا ليميتد قوي، محدود قوي. طيب اخش في اللعبه. اكتر حاجه مثلا بتجي لك في الجيم انت كمدرب كمال اجسام، هل انا عايز اخس؟ هل انا عايز اتخن؟ بيجي لك ناس متخصصه كده؟ بيجي له كل ولا واحد ده اوبشن من ضمن بتاعه. ده اوبشن من ضمن الـ 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 الحاجه اللي موجوده داخل الصاله. تمام. لا هو او داخل اللعبه كل واحد بيجي لي بالتارجت بتاعه. واحد عاوز يخس، واحد عنده نسبه النحافه عاليه عاوز يزيد عضلات، واحد عنده مشكله مثلا في عاوز يخلي شكله كويس، كل واحد له تارجت معين. طيب. بس اهم حاجه الكابتن صح اللي يبقى فاهم، يعرف يلقط او يعرف يشوف ده محتاج ايه ويعرف يمشيه صح، مش يمشيه بيلاك وخلاص. طيب هل ليها تمرينات معينه خاصه مثلا لكل وزن واحد او لكل سن طبعاً واحد؟ طبعا كل واحد لو في اتنين توأم بيبقى العوامل الوراثيه زي بعض، بيبقى مختلفين عن بعض سواء في التمرين او سواء في التغذيه في كل حاجه. طيب لو انا جيت مثلا انا وصاحبي او اتنين اصحاب جم، انت شفت الاثنين دولك عايزين يتمرنوا، انت مجرد ما بتشوفهم بتشوف ده هينفع معاه ايه او ده هينفع معاه ايه؟ كل واحد له تارجت مختلف على حسب سنه، على حسب قوته الجسديه بتاعته، على حسب الباك جراوند بتاعه ايه. معايا؟ قدر الله عنده امراض، عنده مشاكل في ايه، فلازم ده كله تعرفه عشان تعرف هو ايه اللي يناسبه بالظبط. طيب هل الخطه او
النظام اللي انت بتعمله له هل بيبقى في التمرين بس ولا في نظام شامل في حياته كمان انت بتعمله؟ لا لايف ستايل التمرين ايه؟ طب نظام غذائي سواء في النوم او سواء في الجيم نفسه او سواء حتى لما يخرج مع اصحابه او ياكل بره اقول له لازم تاكل ايه وما تاكلش ايه. يعني انت بتعمل له نظام غذائي كمان؟ بالظبط. بالظبط. والنظام الغذائي بيختلف بالزبط. من شخص لشخص؟ طبعا طبعا. طيب هل النظام الغذائي الاكل اللي احنا بناكله في البيت ده هو ده اللي ينفع للاعب كمال الاجسام ولا ليه اكل معين بنظام معين؟ لا ده ليه اكل معين تماما خالص. عشان عايز اخش في البروتينات بقى لان الحته وفي سؤال برضو بعد ما تجاوبنا على السؤال ده هسالك سؤال تاني برضو. اتفضل. بنخش الجيم او بنخش صاله الالعاب كل واحد عايز يخش يشيل حدتين يتلاقي العضله اتنفخ، امتى او خلال قد ايه هتلاقي جسمي اتظبط او جسمي بدا يظهر عليه ان انا بلعب رياضه او بلعب جيم؟ تمام. السؤال ده بيجي لي مثلا في اليوم مثلا 100,000 مره، امتى يا كابتن ازيد؟ امتى يا كابتن جسمي يتحسن؟ السؤال ده بيبقى واحد مستعجل قوي يبقى هيسيب الجيم بعد اسبوع او اسبوعين، ما عندوش خلق انه يتمرن. يعني في واحد يقول لي يا كابتن انا قدامي قد ايه وابقى الدنيا معايا يبقى تمام، اقول له لا ما ينفعش، انت محتاج تصبر على نفسك. كل واحد بيختلف عن التاني، يعني ممكن حضرتك تلاقي واحد بيتمرن سنه معايا، واحد بيتمرن بقاله 5 شهور، بقاله 5 شهور ده ممكن يتحسن عن اللي بقاله سنه، العوامل الوراثيه بتاعته بتستجيب عضلات اكتر بسرعه. معايا؟ يعني بتختلف من شخص لشخص. بالظبط. بالظبط. فعشان كده لما واحد يتمرن 5 شهور سنه ما يستعجلش، يعني يستنى، ممكن يكون عنده العوامل الوراثيه مش قويه فيحاول يصبر على نفسه وما يستعجلش. طب ناخد اتصال مصطفى. مساء الفل. مساء الخير. مساء الفل عليك يا مصطفى. الحمد لله. ازاي حضرتك يا كابتن محمود؟ الحمد لله بخير. مين معايا؟ انت جماهيرك يا كابتن محمود ما شاء الله. مصطفى البيطار. صافي يا حبيبي، عامل ايه؟ صديق العمر. حبيبي يا صافي، اخبارك ايه؟ الله يحفظك، منور جدا يعني. بنورك يا صافي، ربنا يخليك يا حبيبي. يا رب ربنا معاك كده يا حبيبي، وان شاء الله ربنا يكرمك يعني. ان شاء الله يا صافي، ربنا يكرمك يا حبيبي يا صافي، ولك المثل واكثر ان شاء الله. ربنا يكرمك يا صافي. مساء الفل عليك يا درش. طيب قبل برضو ما اخد فاصل كده عايز الاكل او التغذيه اللي بيعملها، انت بتقولي الاكل اللي في البيت ده ما ينفعش، لازم يمشي بنظام غذائي. طب ايه الممنوعات بالنسبه له؟ قول لي الممنوعات بالنسبه للاعب كمال الاجسام. انت بتبقى عايش طول حياتك طول السنه في حرمان. انت حرمان. بتبقى يعني انت بتبقى فراخك مشويه، رز مسلوق، سمك مشوي، يعني السكريات والاملاح دي بعيده عن حياتك خالص. طب مفيش مثلا فتره بتبقى فري او حاجه؟ الفري ده بص، في ناس بتقدر تحمل فري بس في ناس بتحب تحافظ على نفسها. طيب في ناس بتتعود، ده بيبقى اللايف ستايل بتاعك. ماشي. انت قلت لي دلوقتي كده الممنوعات اللي هي الزيوت، الممنوعات الدهون، السكريات والاملاح. السكريات الاملاح ايه تاني؟ المقلي طبعا. المقلي طبعا، المقلي ده كارثه لوحده. ده كارثه لوحده. حتى اللحوم تبقى مسلوقه ومشويه ما فيهاش حتى دهون؟ لا لا خالص خالص خالص. طب هي دي كده فرقت ايه عن النظام الغذائي اللي بتعمل للتخسيس؟ بالظبط، اقول لك فرقت جدا. انت لما بتدخل يعني كلمه دايت يعني مش حرمان، كلمه دايت يعني بتنظف اكلك. يعني انت يعني هو نفس النظام الغذائي، هو نفس النظام، انت بتنظف اكلك. يعني انت لما تاكل سمك تاكله مقلي ولا مشوي؟ انت لما بتاكله مقلي اولا انت بتفقد نص الفيتامينات اللي في الاوميجا، اللي في الاوميجا 3 اللي في السمك. معايا؟ لما بتاكله مشوي انت بتشويه، بتاخد كامل الغذاء فيه. غير كده قطع حديثك معلش. طب انت بتاخد بالزيوت، يعني الزيت ده نفسه بيدخل جواك بيبهدلك. معايا؟ بيزود لك نسبه السمنه، بيزود لك نسبه السمنه سواء ده او ده. ده اشنع كمان والله. طبعا. طيب بالنسبه طبعاً. طب عشان هنخش بقى في المكملات الغذائيه، وهل طبعاً. هل المكملات الغذائيه دي ضاره ولا نافعه؟ بس بعد الفاصل هنشوف ان شاء الله. بعد الفاصل، بس قبل ما نروح لفاصل بفكر معاكم مبادره عيش. اي حد بيلعب رياضه صور فيديو وابعته لي عشان ازعلك معايا في بدايه كل حلقه. اي حد ما بيلعبش رياضه ابدا معايا باي رياضه حتى لو جري، وصور فيديو وابعته لي على هاشتاج عاش على صفحه جو ميديا برودكشن او على صفحتي الشخصيه، هزعه لك في بدايه كل حلقه. استنوني بعد الفاصل. بتدور على شغل ومش لاقي؟ ما عندكش خبره في اي مجال ونفسك تشتغل؟ ما تقلقش، احنا بندربك ونشغلك في كبرى المصانع والشركات من غير ما تدفع ولا مليم، بالإضافة لمزايا كتير. الشركة الدولية لخدمات المصانع والشركات، فرصتك وجت لحد عندك.
كسروا خليك دايما جامد جرب حاول عاني يقطعوك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك وما تزعلش دعالي كله كلام عالفاضي لو غرقوك قوم لو وقعوك قوم صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة سوبرمان احلمك بالامكان وعشان انت بطل من جوايا في موقع الدوار تقدر تدير من غير جناحات وياك تقول ما خلاص الوقت فات شوف الجايات وانسى الرايحات حب الطموح وهتعمل ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم وبكل روح رياضية وفي حلقتنا الخاصة النهاردة عن رياضة كمال الأجسام. قلنا بعد قبل الفاصل ان احنا راجعين هنتكلم عن المكملات الغذائية ان كانت بروتينات او هرمونات او الحاجات دي. هي الهرمونات غير المكملات ولا الاتنين يعتبروا مكملات؟ دي شرق ودي غرب. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق ان المكملات الغذائية نفسها يعني مستخلصات الغذاء بتاعك الاكل انت بتاكله معايا يعني الفرخه او اللحمه مستخلص الاكل ده معايا ده المكمل الغذائي بس بيستخلص المكمل الغذائي بيبقى بدرجات اعلى واقوى شويه اللي هو ايه السبلمنت المكملات الغذائيه المكملات الغذائيه المكملات الغذائيه الهرمونات دي قصه تانية خالص هرمونات حيوانيه قصه تانية خالص قصه طيب كبيره يعني طب بس المكملات فيها خطوره او فيها اضرار في لغط كتير ناس تقول تطلع تقول فيها خطوره وفي ناس تقول فيها خطوره هي مكملات من ساعه انا خدت مكملات كتير جدا ما فيهاش اي خطوره ولا حصل لي اي شيء يعني المكملات ما خدت انا جميع المكملات الغذائيه ما حصلليش اي حاجه خالص اطلاقا يعني وحتى اغلب اصحابي مفيده مش مضره مفيده جدا بس اللي ياخدها بكميات معقوله في ناس بتاخدها بطريقه مبالغ فيها فده ممكن يحصل له سايد افكت اكيد تاخدها بطريقه معقوله طريقه بنفس النكال المكتوب عليه هتبقى زي الفل بس انت تاخدها بطريقه اوفر لا ما ينفعش هتبتدي يحصل لك مضاعفات يعني الحاجه لما بتزيد عن حدها بتقلب ضدها يعني طيب ناخد اتصال احمد مساء الفل مساء الجمال عليك مساء الفل عليك يا استاذ كابتن محمد الغالي مساء الفل على حضرتك ومساء الفل والجمال على كابتن محمد كمان منوري الشاشه والله الله يخليك يا استاذ احمد واحلى تحيه عليك واحلى تحيه لاهل الشرقيه كلهم وحشني كتير الله يخليك يا كابتن رايف الله يخليك يا غالي منورني الحمد لله انا سعيد بانك على الشاشه والله يا استاذ محمد تسلم وسعيد المبادره بتاعت عاش حبيبي بصراحه حاجه جميله وكلها ابتكارات وحقيقي يعني حبيبي يا عم احمد حبيبي يا استاذ احمد ربنا يخليك وتسلم يا رب وعاش وعندك اي سؤال بقى في كمال الاجسام حاجه بسيطه بس كده هو اتفضل. يعني سؤال او استفسار يمكن اتفضل وانا ممكن نعمل حاجه كده او اقتراح يعني معلش اتفضل ممكن نعمل حاجه كده زي يعني حاجه زي جينيز او موسوعه جينيز او تبقى حتى مصريه من ابتكار حضرتك شوف حضرتك على الناس المتميزه الله يخليك تسلم 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 يا عم احمد ربنا يخليك والله العظيم بتحرجني ربنا يخليك يا استاذ احمد مساء الفل عليك فكرني بس بحاجه بعاش بعد اذنك بس يا مالكي هات لي صفحه عاش صفحه عاش انا بشكر جدا المسؤولين عن صفحه عاش لانهم لما عرفوا ان في مبادره اسمها عاش هي نفس الاسم تقريبا فدعموا المبادره دي بشكل كامل وزعوا الشغل بتاعنا جدا وبداوا يعلنوا عنه بشكل جدا يعني مجهود رائع منهم اشكركم جدا 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 وكان اقل حاجه ان انا اقدمها لكم ان انا اشكركم على الهوا شكرا صفحه عاش ان تبنت المبادره ودي الصفحه اللي موجوده على الهوا وشكرا للمسؤولين عليها جدا اشكركم نرجع
هرمونات والمكملات. انت بتقول المكملات ما فيش اي مشاكل لكن خالص. اخدها تاخدها بالطريقه بالمعايير بالمعايير بالظبط الموجوده. اه طيب هل في فرق ما بين المكملات؟ يعني هل في كل شخص ليه مكملات معينه ولا كل فتره من الفترات للتمرين لها بروتينات معينه؟ لا بص، في حاجه بتتعمل حاجه اسمها امبادي. الامبادي ده بيقيس نسبه الاملاح اللي عندك ونسبه الميات ونسبه العضلات. انا لما حد هو موجود في بعض الصيدليات لما حد بيجي يكلمني يقول لي كابتن محمود انا عاوز اعمل مثلا عاوز اعمل كورس كذا كذا، فبالتالي بقول له اعمل لي امبادي الاول عشان اعرف نسبه الحرق عندك قد ايه، نسبه عضلاتك قد ايه. الموضوع ما بتاخدش بايلك وخلاص، لازم اعرف سيستم من جوه، لازم ادخل جواك اعرف فيه ايه، جسمك ناقصه ايه وايه الزياده وايه اللي ناقص، بناء على كده بديك اللي محتاجه جسمك. يعني في طبعا في 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 مكملات غذائيه. انواع المكملات ايه؟ بتختلف كل واحد جسمه بيختلف، يعني مش اي مكمل غذائي يناسبك، ما ينفعش. انواع المكملات ايه؟ هل مثلا هي فيتامينات بروتينات؟ كل ده موجود في مالتي. كل ده بس بنسب قويه، بنسب مش هتلاقيها في الاكل. يعني احنا بناخد سوري القطع حديثا، احنا بناخد سبلمنت ليه؟ لان انت اصلا المكملات الغذائيه فيها نسبه فيتامينات مش موجوده بنسبه ضعيفه جدا في الاكل بتاعنا. يعني نسبه الكرياتين ده مش موجوده عندنا في الاكل بنسبه بسيطه جدا معايا. فانت بتاخدها بشكل مكثف. بالظبط. نسبه الارجانين بسيطه جدا برضو معايا. انت المكملات الغذائيه بتدرج بكميات اكبر، واخبر حضرتك. طيب. بتلاقي بكملات اكبر بتوفر لك. اتفضل. يا مساء الفل. مساء العسل. مساء الجمال. اخبار حياتك يا استاذ محمد؟ الحمد لله كله تمام. اخبارك يا كابتن محمود عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله، الله يكرمك. كل والله انا قاعد سهران مخصوص عشان اتفرج على الحلقه بتاعتك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ده شرف ليا والله. ميرسي جدا كتير ليك، ربنا يكرمك. انت ما عرفتش لسه مين اللي معاك؟ استاذ محمد عمر. انا هتكلم عنك شويه وبعد كده انت هتعرف الصوت. ميرسي جدا، انا متاسف جدا. من الناس القريبه جدا 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 لقلبي. من الناس اللي ليها افضال كتيره جدا عليا ما شاء الله عليه، يعني تبارك الله. من الناس اللي دايما ما بيزعلش من حد، قلبه دايما ابيض، دايما طول ما هو ماشي يدي نصايح للناس. عرفت الصوت ولا لسه؟ محمد. هو اسمه محمد. أيوة. محمد ازيك؟ عامل ايه محمد؟ ازيك؟ محمد برعي. قولي اسم برعي. حبيبي ازيك؟ عامل ايه؟ والله بخير الحمد لله. ربنا يخليك يا محمد يا رب، وحشتني كتير يا حبيبي. والله يعني انا شفت مبروحه فيك والله، يعني انا لو اتكلمت من هنا للصبح هاخد الحلقه كلها كامله. ربنا يكرمك يا حبيبي محمد، ربنا يكرمك والله. ميرسي جدا ليك يا محمد، ربنا يخليك. وانت من اعز اصدقائي يا محمد، ربنا يخليك يا رب. يا مساء الفل عليك يا احمد. شكرا جدا حبيبي. ما شاء الله جمهورك وبيحبك. محمد ده صديق عمر، ده صديق عمر، ده حبيبي. يعني هو اللي يشوف البادي يقول الشخصيه دي تخوف، بس اللي انا شفته واتعاملت معاك بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يخليك يا استاذ محمد، ده من ذوق اصلك الطيب. الله يخليك. نخش على المكملات. طب ليه ما ممكن حد يقول لي ايه؟ طب ما انا ممكن اكل كميه اكل كبيره جدا تعوضني. لا حديثك برضه بهمل ما تاكل، برضه جسمك مش هيستقبل او مش هيستقطب الغذاء اللي نازل من الاكل، هياخده بنسب قليله جدا. ماشي، ما هو نيجي نبسطها شويه. انا شخص كده في جسمي، انا اهو محتاج مثلا غذاء ازاي؟ بشكل ايه؟ ان كان بروتينات او فيتامينات او الكلام ده. تمام. انا قلت لحضرتك برضه الامبادي هو اللي بيحدد انا اديك ايه. الامبادي هو لحد ما ينفعش واحد في ناس يقول لك انا عاوز انظم غذائي، اقول لك تعالى ما ينفعش، الموضوع ده خلص. طب مثلا ليها خطوط عريضه مثلا، ان كان وزن او ان كان طول. طبعا الامبادي ده بيشوف لك طولك ووزنك وصوره الحرق عندك قد ايه، ونسبه الفات عندك قد ايه، ونسبه المسلز عندك قد ايه، ونسبه الميات عندك قد ايه. بناء على كده بقول لك انت تاخد يعني مكملات الغذائيه بحر واسع، ما ينفعش واحد يروح يشيل مكملات غذائيه من نفسه وخلاص، لازم نستشير حد مدرب محترف فاهم يعمل الانبادي، يعرف يقول لك انت ده يفيدك او لا مش يفيدك. يعني انت كده بتقول ان الاكل العادي اللي في البيت لا يكفي. لا يكفي طبعا، لا يكفي انك عشان توصل للنظام الغذائي للتارجت اللي في دماغك اللي هو يبقى مستوى عضلي قوي، يعني توصل لمستوى البطولات. ما ينفعش. طب يعني لو رياضه عاديه انا بلعبها كرياضه بس ان انا بظبط جسمي، محتاج مكمل غذائي برضه؟ لا خالص. انت ممكن تعمل تخلي صحتك شكلها كويسه وجسمك شكله كويس، مش محتاج أي مكمل من الاكل الطبيعي عامل، بس مش هتوصل للنمو العضلي اللي في بالك. هيبقى شكلك حلو في اللبس بس، لكن توصل شكل عضلي وكلام من ده لا، صعب جدا طبعا، صعب. تمام. يبقى طيب كده انا وصلت ان المكمل الغذائي ما فيهوش اي مشاكل خالص، وما في الاكل الطبيعي ما فيهوش نسبه البروتين او نسبه الفيتامين بنفس القيم، بنفس القدر اللي في المكمل الغذائي اللي الجسم محتاج. طيب هخش بقى على الهرمونات. ايه الهرمونات؟
الهرمونات دي بتعمل لك حاجه اسمها ترانسفورميشن، بتخليك بني ادم بني ادم تاني خالص. حضرتك بتلاحظ كده في 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 الصالات تلاقي واحد كده رفيع جدا، تلاقي بعد 4-5 شهور بقى حصل له حاجه غريبه. في ناس بتاخد الهرمونات دي بطريقه غلط خالص لدرجه بيحصل له تشوهات عضليه. طب استنى بس، تلاقي في بدايه الاجابه، في بدايه الاجابه بتقول لي الهرمونات بتجيب مشاكل. اه طبعا طبعا، لكن المفروض تتاخد تحت اشراف حد محترف، حد دارس، حد فاهم. البادي بيلدينج دلوقتي بقى فيها ناس متخصصين، كباتن متخصصين للكلام ده، الموضوع ما بيبقاش ماشي بهلاك. طيب قبل حضرتك تنصح، هل الهرمونات مستحبه ولا بلاش منها، ولا اللي ياخدها تحت اشراف طبيب؟ طبعا انت لو داخل كومبيتيشن لازم لابد منها. لو داخل بطوله، لو داخل بطوله لازم لابد منها، لان انت عمرك ما هتعمل الياف عضليه من اكل والشرب الطبيعي. ده كلام وهم، مستحيل معايا. يعني لو داخل بطوله لازم طبعا لو داخل بطولات طبعا، وهتخش في جرب بطولات عالمية. لازم طبعا ده لازم. طيب. لازم تاخد ده. معلش نسيت سؤال برضو في حته المكمل الغذائي، وارجع تاني للهرمون. هل المكمل الغذائي يغني عن الاكل؟ لا خالص، لا ما يغنيش عن الاكل. ما يغنيش عن الاكل، يعني انا لو باخد مكمل غذائي بعد التمرين، او باخد مكمل غذائي وانا بتمرن، او باخد مكمل غذائي تمام، ما ينفعش برضو ما اكلش؟ لا ما ينفعش تاكل. لا كده باخد، لا 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 سوري معلش اقطع حضرتك، هو التغذيه عند النيوتريشن عندنا ده الاساس، اهم من الهرمون. الغذاء الطبيعي طبعا اهم من الهرمون، واهم من المكملات الغذائيه اولا. النيوتريشن يعني بتاعك هو اساس النظام الغذائي. منين سؤال بس اتفضل. منين الغذاء بتاع الاكل بتاع البيت، الاكل بتاع البيت ده نمبر 1. لا يكفي، لا يكفي ما سؤال لا يكفي، بيديني نسب بسيطه من البروتينات ومن من الحاجات اللي انا محتاجها للجسم بالظبط، وبتقول لي خد بمكملات علشان يكمل تكمل طبعا النواقص اللي عندك، الفيتامينات الناقصه اللي عندك، اللي الاكل اللي مش بيديها لك بالقدر الكافي، لكن هو بيديني كميه اكبر من البروتين. ولكن لو ما باكلش ما ينفع، لازم برضو الاكل بتاع الاكل العادي الطبيعي لازم اكله. طبعا ده اساسي. طب لو ما اكلتوش ايه؟ لو ما اكلتوش لا ما ينفعش، يبقى انت كده مش تعمل حاجه. الاكل هو الاساس بتاعك، ما ينفعش. يعني علشان كده سموه مكمل غذائي. مكمل غذائي، مكمل غذائي، لكن ما تعتمدش عليه اعتمادا كلي وتسيب الاكل بتاعك الطبيعي. لا ده انت كده، انت كده رايح في حته ثالثه. يعني لازم الوجبه بتاعت البيت. طبعا ده اساسي، ده دير رقم 1 يعني نمبر 1، وبعد كده المكمل. بالظبط. نرجع تاني للهرمون. طيب الهرمون كده انت بتقول لو انا داخل بطوله لازم اخده. بالظبط. طب اخده ازاي؟ لان انا بسمع مثلا في بعض النوادي او بعض الجيمات ده الحياه ماشيه باي لك بالحظ يعني بدون اي استشارات. البروتين باخده تحت اشراف طبيب؟ لا بص، ولا تحت مشرف غذائي؟ مش ممكن يكون تحت كابتن عنده خبره، باك جراوند قوي. طيب فاهم انت ازاي؟ الهرمون، لا الهرمون قصه ثانيه خالص. الهرمون ليه ناس كباتن كبار جدا، كبار واخدين كورسات في الكلام ده. يعني دلوقتي البادي بيلدينج بقى مجال، بقى كارير. في ناس بتتخصص، بتاخد كورسات في ان ازاي تظهر بطل، ازاي تكون، ازاي تطلع بطل. خبر حضرتك ازاي؟ بتاخد كورسات دي بقى في المجال. يعني كمال الاجسام في الاول كان الناس بتاخد منشط بايلاك من غير اي شرط، يحصل لهم بلاوي، فشل كبد، بلاوي كتير جدا، اضراره كتير. فقصه دلوقتي ممكن نبسطها اكتر، نقول ان المكمل الغذائي ده بيكمل الغذاء اللي محتاجه الجسم بعد الوجبه الاساسيه. بالظبط. الهرمون بيغير الصفات بالزبط. الجسم او تماما الاشياء بتاعه الجسم، فبالتالي العناصر الاساسيه اللي موجوده في جسم الانسان من دم وكرات دم بيضاء وهرمونات وبروتينات ومعرفش معدل نمو ايه، ومعدل بيلعب في الجينات، بيلعب في الجينات، بيلعب في الجينات طبعا. بالظبط. فلازم عشان كده اصبحت هنا الهرمونات فيها خطوره. طبعا. فلابد اللي هياخدها او طبعًا. محتاج ان ياخدها طبعًا. بشكل معين طبعًا. ياخدها تحت اشراف طبعًا. طبيب طبعًا. ويكون متخصص. وبرضه هيضحي، خلي بالك هيضحي بايه؟ هيضحي في يوم من الايام، بيحصل بعد ما بص حضرتك، بعد ما يبتدي يخلص بطولات بيحصل بقى ايه؟ جسمك بيتحول. يعني حتى في ابطال عالم مش عايز اذكر اساميهم طبعا، حياتهم بقت جحيم. طب ليه؟ لانه طبعا بياخد القصه دي وبياخد هرمونات. هو ما ينفعش يعني بطوله عالم، ما ينفعش يبقى بطل مشهور غير اصابه، بيضحي. لازم تضحي، اللعبه دي فيها تضحيه. ما فيش حد بيضحي بصحته؟ ما بص، ما هو عاوز، بص هي مشكله، ما انا عاوز لحضرتك حاجه، فاهم حضرتك حاجه. هو مش هيوصل لدرجه، ما بقولك لو مع دكتور كويس معايا هيبقى التضحيه بتبقى بسيطه جدا. بس انا عايز اوصل لنقطه. هي من هنا اللعبه بتبدا صحه، وانا داخل بيها ان انا اقوي صحتي واقوي الشيب بتاعي والجسم بتاعي. لا حديثك برضو، احنا عاوزين نفصل ما بين واحد عاوز يحافظ على صحته وما بين واحد عاوز يدخل بطولات ويدخل جو بطولات. هنا
قصة وهنا قصة تانية خالص. اه كده انا كده انا وصلت للموضوع. يبقى انا لو دخلها صحه ورياضه ابعد عن دي مفيش اي مشكله. ابعد عن ممكن تاخد مكملات بشكل بسيط. الاكل الطبيعي بتاع البيت او كل اكلك الطبيعي او خد مكملاتك بسيطه على حسب المكملات الغذائيه على حسب حاجتك الماديه طبعا يعني. لكن اي حاجه فيها هتلعب في الجينات او حاجه فيها روح لا لو انت اصلا ما تدخلش اي كومبيتيشن لا ابعد عن القصه دي خالص. اللي هو مش لقمه عيشك ومش هي حياتك ومش هي الكارير بتاعك. لا ابعد خالص. بالظبط. طيب معانا اتصال. محمد مساء الفل. مساء الفل. مساء الفل عليك. اهلا وسهلا معاك. اخبارك كابتن محمود؟ الحمد لله بخير والله. الجماهير كابتن محمود الله يكرمك ربنا يخليك يا استاذ محمد. محمد شرقاوي يا باشا معاك. محمد حبيبي ازيك عامل ايه اخبارك؟ حبيبي حبيبي بتكلمني وانت لابس النضاره برضو يا محمد؟ طبعا حضرتك عارف بقى اساسي. ربنا يبارك فيك وبارك يا حبيبي عامل ايه؟ منور الشاشه يا كوتش. ربنا يخليك يا محمد ربنا يخليك يا حبيبي يا رب. تحرمش من سؤالك يا رب. شكرا حبيبي ربنا يكرمك. مساء الفل عليك يا حمام. انا بس وقت قرب يخلص. انا عايز اقول ايه في حاجه تانية في كمال الاجسام ما سلطناش الضوء عليها علشان المشاهد اللي بيتابعنا يعرفها. والله بس بتمنى يكون الابطال اللي جايين. احنا خلاص احنا كده اتس تو ليت معايا فات العمر بينا خلاص. لا لسه معايا. اتمنى ان يكون في دعم للابطال الصغيرين بقى. يعني نفسي بس اوجه رساله للشباب الصغير 18 و19 سنه. كمال اجسام في مصر محتاجه يكون معاك ماديا تعيش حياه ماديه كويسه. دي اول حاجه لانك انت هتقعد تقول كده هتخلي الناس لا بص احنا عايزين نتكلم بصراحه. اصل ما انا هقول لك على حاجه. انت هنفصل بس عشان الناس اللي بتتابع. انا بتكلم على الناس اللي عايزين يبقوا ابطال. اللي يبقوا ابطال اللي عايزين يبقوا ابطال اللي هو عايز يبقى بطل ده مكلف. مكلف جدا. اللي عايز يخشها كصحة وكشكل لا كل أكل بيتك يعني ما فيش أي مشكلة. التمرين بس والاشتراكات ده شرق وده غرب. بأسعار بسيطة يعني. بالظبط. اللي بيدخلك كبطولات يعني بيفنى حياته في كل حاجة. يعني بيضحي بكل حاجة بعمره بوقته بصحته بجواز كل حاجة يعني. فهمت قصدي ازاي؟ طيب وقتنا خلص وعايز نصيحة منك لأي حد بيتابعنا دلوقتي. نفسي ان اي حد بيلعبش رياضه يلعب رياضه او اي حد بيلعب رياضه يمارس الرياضه باستمرار وما يزهقش. حاضر. احب اقول لكل حد بيتفرج على الحلقه دي العب رياضه من دلوقتي علشان بعد عمر طويل جسم. لو انت ما لعبتش رياضه جسمك هيحاسبك. لو ما لعبتش رياضه جسمك هيحاسبك. نورتنا يا كابتن محمد. الله يكرمك يا استاذ محمد. من اجمل الحلقات ومن امتع الحلقات. ميرسي جدا لذوقك. ربنا يكرمك. ميرسي جدا ليك. خلصت حلقتنا بس بكل روح رياضيه. ما خلصتش. خلصت حلقتنا وعاش لسه ما خلصتش. عاش بعدها تاني. اي حد بيلعب رياضه صور فيديو وابعته لي. اي حد ما بيلعبش رياضه ابدا معايا. يلا عاش وصور لي اي فيديو وانت بتمارس اي رياضه ان كان الجري او ان كان اي رياضه بسيطه. تبعت لي الفيديو على صفحه جو ميديا برودكشن او على صفحتي الشخصيه وابعته لي. هزعهولك معايا في بدايه الحلقه اللي جايه. استنونا بكره ان شاء الله باذن الله قبل دلوقتي بساعه ومعانا ضيف جديد ولعبه جديده وبكل روح رياضيه. عاش.